احنا بقى جينا ايه الوقت الاكشن شويه، داخلين حي من اخطر الاحياء في روما، والحي ده هو الحي اليهودي هنا. دونت تاتش مي، واي شاوتينج؟ شهر انت شهر. اي تولد يو ريلاكس. اه والله اي سوير، والله والله بوظت. عايزين نشوف روما الصبح عامله ازاي وبعد الظهر عامله ازاي. هنا دلوقتي الساعه 6 الصبح، ما تيجوا نشوف بعد الظهر هيبقى عامل ازاي. دي مسلة مصرية، بصوا المنظر، مفاجأة مش كده؟ المكان ده يا جماعة بيزوره تقريبا 9 مليون شخص في السنة. ده مصري 100%. ده انت عامل اجواء هنا يا معلم. اه دي بارميجانا تشيز. اوكي بسيحها بالطريقة دي. صباح الفل. طيب هتستغربوا احنا فين وبنعمل ايه. احنا وصلنا روما امبارح بالليل، مش بالليل، وصلنا على المغرب كده. سلمنا العربية اللي كانت معانا وجولتنا النهاردة في روما. طب الساعة دلوقتي كام؟ الساعة دلوقتي 5:30 الصبح. عايزين نشوف روما الصبح عاملة ازاي وبعد الظهر عاملة ازاي عشان تفهموا الموقف عامل ازاي في روما. فاحنا دلوقتي 5:30 هنبدأ نروح بسرعة الأماكن المشهورة زي النافورة وزي كوليسوم وزي حاجات تانية كتير، هنحاول ناخدها بسرعة. ناخد سكوتر ونطلع على هناك دلوقتي، نشوف الأماكن وهي فاضية وهي زحمة، نشوف الفرق عامل ازاي في روما. دي جولة النهاردة في روما. المهم داخلين على أشهر معلم في روما كلها وهي النافورة. شوف الساعة 6 الصبح والناس عاملة ازاي. تريفي النافورة الشهيرة، ما زال في زحمة لكن ايه، تقدروا تقفوا تقدروا تصوروا، يعني في مجال في سيكة كده. خدنا حتة اهي. رغم ان في ناس لكن مش مقارنة ابدا باللي بيبقوا موجودين بالنهار. بصوا الدنيا عامله ازاي، في اماكن فاضية اهي، يعني تقدروا تقعدوا على السور تقدروا تشوفوا الدنيا. وهنشوف الفرق لما نيجي في وقت تاني هيبقى الدنيا عاملة ازاي. احنا الساعة 6 بقت 6:10. يلا عشان نروح للمكان اللي بعديه. البنثيون ده بقى طابور، طابور السنين بجد، يعني طول النهار بيبقى طابور كده مرعب. لكن هنروح دلوقتي نشوف الميدان هناك شكله عامل ازاي. المدينة جميلة قوي، يعني بصوا بالنهار عاملة ازاي، فاضية فاضية تماما، فيهاش غير كام واحد ماشيين بس. بس عايز اقول برضو بالليل ليها جمال تاني مختلف. ليه بقى؟ لان كل الكافيهات دي بقى بتبقى خلاص بقى شغالة فاتحة، وكراسي محطوطة والاضاءة محطوطة، شكلها تحفة بصراحة. برضو بالليل اجمل حاجة في روما الحنفيات دي، شفنا شبهها في ميلانو. بتسد هنا كده موجودة في كل مكان طول ما انت ماشي المباني كده. بس بصوا الجمال، حكاية بسرعة. وصلنا عند البنثيوم. تمام، المبنى اللي ورايا ده من اشهر المباني هنا، واعتقد دخوله مجاني. لكن هو دخوله مش سهل، دخوله صعب شويه. ليه؟ لان اللي انتوا شايفينه دلوقتي الساعه 6 الصبح ما بيبقاش كده. مش بس كده، المبنى اللي ورايا ده وراه قصه. قصته كل سنه يوم 21 ابريل 21/4 الشمس بتدخل من الباب ده. مش بس كده، في فتحه كمان فوق بيتعامد معاها الشمس. فالمهم، فالملك بيبقى قاعد جوه او داخل المكان، الشمس نازله عليه وكانه، استغفر الله العظيم يا رب، هم بيتخيلوا كده يعني انه اله الارض. فالمبنى ده من 609 قبل الميلاد. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه التيكت بقى ب5 يورو. مش هتعرفوا ان هو قد ايه حجمه ضخم. بصوا الناس لما بقت ماشيه هناك بقت قد ايه. بص يعني اهو، عريس وعروسه واجتهدوا وصحيوا 6 الصبح ولبسوا وجم هنا، يعملوا ايه تاني الناس. بصوا قدامه حاطين ايه بقى،
دي مسلة مصرية بيرمموا الجزء اللي حواليها، بس المسلة مسلة مصرية 100% أصلية. مسروقة بقى، ايه اللي حصل لها دي انا ما اعرفش قصتها بصراحة، بس اللي انا عارفه ان دي مسلة المصرية هنا في روما قدام اقدم مبنى عندهم من سنة 608 قبل الميلاد. المبنى ده قديم جدا عندهم، مش وقت نضيعه. ايه بقى سكوتر تاني وعلى المكان اللي بعده، اخر مكان ده بقى نروح نريح شوية وننزل بقى فرق على المدينة العادية بشكل عامل ازاي. مدينة رهيبة، بص الصبح بدري بقى الدنيا عاملة ازاي، شايفين الدنيا فاهم، غير كده الدنيا بتبقى موت. جاي طبعا ده من الحاجات المشهورة جدا هنا، مومينتو فيتوري، ويعتبر كمان من اجمل الحاجات اللي موجودة في روما. الديزاين بتاعه مش عارف هو مقفول ولا لا، بس شكله مقفول. في ترميمات كتير جدا، طبعا انا وصلنا بالسكوتر، في ترميمات كتير جدا. المنطقه دي اصلا الناحيه الثانيه دي غايه في الجمال والروعه، احنا جيناها قبل كده صورنا فيها، المنطقه خياليه خياليه، تحس ان انت ماشي في متحف مفتوح اثار تحت رجليك، انت ما تبقاش مصدق والله العظيم. جزء كبير منها مقفول دلوقتي ما اعرفش ليه، طب انتوا في الصيف يعني موضبوا في الشتاء الله يكرمكم. المهم المكان ده حكايه بصراحه، وزي ما انتم شايفين الصبح مفيش بني ادم واقف هنا، فلو انتوا جايين 6 الصبح 6 ونص بالكتير 6 ونص هتعرفوا تقفوا وتصوروا صور غايه في الجمال والروعه. يلا نكمل تاني ورايحين بقى لاشهر معلم كوليسيوم، وعلى فكره هو من اكتر تقريبا ثالث معلم زياره في اوروبا كلها، تقريبا بيزوروا 9 مليون سايح سنويا تقريبا. يلا الصبح بصراحه رهيبه على سكوتر كده، اوف هي كلها اصلا تتمشي، يعني هي روما اصلا تقدروا تمشوها على رجليكم، بس مع سكوتر بقى وتشوفوا الاماكن دي كلها متعه، يعني انسى الدنيا وافصل كده وافضل بس تمشي بالسكوتر جوه المدينه، اجواء رهيبه بصراحه. بصوا الاثار فين، في كل حته اثار، في الشارع والله العظيم في الشارع، بصوا في الشارع ماشيين في الشارع عادي. دي منطقة شارع عادي، شارع منطقة في الشارع، بصوا عاملة ازاي. وصلنا بقى فين، اهم مكان بقى في روما كلها، كوليسيوم. المكان ده يا جماعة بيزوروا تقريبا 9 مليون شخص في السنة. شوفوا احنا وصلنا دلوقتي تقريبا 6 ونص 7 الا ربع، مفيش بني ادم تحت، كل المكان اللي احنا فيه ده فاضي زي ما انتم شايفين، اللي عايز يتصور صورة حلوة، اللي عايز يقف، اللي عايز يعمل أي حاجة، الدنيا كلها واقفة الجمال والروعة. خلصت جولتنا البدري قوي بتاعت 5 الصبح، وهنروح نريح بسرعة دلوقتي ونرجع تاني نشوف المدينة في وقت العادي، في وقت الزحمه شكلها عامل ازاي، وهتفهموا قد ايه مهم جدا جدا وانت في روما تصحى 5 الصبح تاخد التور بتاعتك والجوله بتاعتك كلها وتتصور في اهم الاماكن اللي موجوده في روما، لانها بصراحه هتفرق معاك كتير جدا جدا جدا. بعد كده الدنيا هتبقى زحمه جدا، مواصلات زحمه جدا، مش عارف تمشي بالسكوتر حتى، مش عارف تقف في حته تتصور، الناس فوق بعض، الاماكن دي عشان تخشها بتقف طوابير طويله جدا، بتحجز تيكت من بدري اونلاين. زي ما قلت لكم طول ما احنا ماشيين في اثار في الارض دي، بصوا دي قطعه اثار مرميه كده عادي، بصوا الاحجار عامله ازاي اهو. طبعا في تور هنا بتتعمل برده جوه الكوليسيوم، ده بقى اللي كان بيحصل فيه بقى المصارعه جوه والقصه والحاجات الرومانيه القديمه يعني، بس مكان بصراحه رهيب 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 رهيب. نزلنا بقى تاني ونشوف الاجواء بعد الظهر عامله ازاي، يعني الاماكن السياحيه، سيبكم من الاماكن السياحيه عموما، انت وانت ماشي في روما، بصوا احنا ماشيين في الشارع عادي، بصوا دي حديقه كده في ظهر الشارع،
بس المنظر عامل ازاي؟ اثار في الارض مرميه، بقيه المعبد بصوا بصوا هناك. ايه ده؟ المباني نفسها اصلا حكايه لوحدها. بص المنظر عامل ازاي؟ لا طرق اللي بيبنوا بيها هنا قديما وحديثا اجمد من بعض. ناس من الحر مفرهضه نايمه في الارض بتموت. احلى حاجه في روما بقى الحنفية الماية، مش محتاج تجيب ماية وانت ماشي. بص اصلا الحنفية عاملة ازاي. ماء خطيرة، ماء متلجة في الحر ده، ازاي طالعة متلجة كده؟ اجواء عالمية ايطالية 100%. مفيش كلام بعد الكلام ولا قبل الكلام. اوف ايه ده، كل ده احنا مشينا فيه الصبح لو تفتكروا، كنا بنجري بالسكوتر الناحيه التانية، ما كانش فيه بني ادم ماشي على الارض هنا. بس الدنيا عامله ازاي؟ عايز بس افرجكم على الحته دي، عشان الحته دي عجباني من زمان يعني. ولع اهي. السلام عليكم، عامل ايه؟ اهي حيطه في وسط بصوا المنظر، مفاجاه مش كده؟ والله مفاجاه يعني. يعني هو ايه ده يبقى في الشارع كده؟ وبقيه المعبد هناك اهو، نفس العمود ده موجود منه اربعه هناك، بقيه العمدان اهي. مش طبيعي، مش طبيعي والله. بس الفيو هنا بصوا، دي اللي كنا عندها الصبح برضه كانت فاضيه. مدينه من الخيال. انا بصراحة شايف ان روما اجمل مدينة زرتها لغاية دلوقتي. فلورنس جميلة وكل حاجة، واللي ما شافش الفيديو يرجع يشوفه بتاع فلورنس. بس هي كان فيها مشكلتين بصراحة. اولا حظي ما كانش احسن حاجة فيها، كان في عاصفة والعربية اتاخدت مننا وكانت قصة حزينة. وكان الموضوع صعب بصراحة. لكن برضو ما حسيتش بالجمال اللي هنا. يعني مدينة قريبة كلها من بعض، تقدروا تمشوها بسهولة. نظيفة وجميلة والستايل بتاعها لذيذ ومختلف عن هنا. بس هنا بصراحة لا يعني انا ما بنبهرش بمدينة. يعني احنا من القاهرة، انا من القاهرة من مصر، الاثار عندنا في كل حتة واجمد من كده طبعا بكتير قوي. لكن هنا مختلفة، وعشان كده اصلا كمان ما بنبهرش باي مكان فيه اثار او متاحف او مش انا ماليش في الجو ده. لكن هنا بصراحة لا مبهرة. بصوا طبعا ده الحجر ده واقع من العمود ده، بس طبعا يعني ملوش مكان يتشال ولا يتحط، سايبينه زي ما هو. بقيه الحجار نفس الكلام، اللي هي دي ودي ودي ودي. السلم جزء منه موجود، جزء منه مش موجود، جزء مترمم. الحجار دي بقى اجزاء منها مترممه زي ما انتم شايفين، في طوب احمر وفوقيها اجزاء من الحجر محطوطه في مكانها. طبعا يعني بنتكلم في الاف السنين، يعني حاجات دي قبل الميلاد 500 سنة تقريبا. تمام، هنروح دلوقتي ونتحرك على مكان، هنمشي كتير شوية النهاردة فاستحملونا. والأجواء لسه في أجواء رهيبة، يعني لسه مكملين والأجواء رهيبة. بحاول أفرجكم على المدينة بسهولة وبطريقة مختلفة شوية، وإحنا ماشيين كده بالكاميرا فاتحينها على طول. مش هنطول عليكم، عايز أوريكم الناحية التانية. الزحمة والازدحام هنا، تور بقى بيشرحوا لهم ده عباره عن ايه وايه قصته واتهد ازاي واتبنى ازاي. اللي ليه في التاريخ وبيحب يسمع القصص الجميله دي بيجي مع تور جايد او فري ووك تور، يقعد ويسمع ويتفرج. الناس تقدر تخش وتلف جوه بقى على رجليك نفس الكلام. بس بصوا المنظر من فوق حكايه، مبنى نفسه بص عامل ازاي، رهيب بصراحه. رايحين بقى الكوليسيوم او كوليسيوم، ده بقى اشهر حاجة في المدينة كلها. ليه بقى؟ لان ده كان بتاع الناس بتجيله بقى من كل حتة في العالم. فاكرين جلاديتر؟ هو كان هنا. باختصار شديد المصارعة ما بين البشر، المصارعة ما بين الناس، المصارعة ما بين كل حاجة كانت بتحصل في المكان ده. محاربين من كل حتة من كل الدنيا. طولت عليكم، نوصل هناك ونفتح نشوف كمية البشر عاملة ازاي دلوقتي هناك.
بص المنظر دلوقتي والمنظر الصبح كان عامل ازاي، كمية دول اللي داخلين ودي الناس اللي ماشية عادي. يعني احنا مشينا مشينا الصبح ما كانش فيه بني ادمين معانا هنا، بس الدنيا بقت عاملة ازاي، زحمة. مثل بسيط وسريع عن الصبح بدري ودلوقتي، اللي عايز ياخد صور رهيبة يصحى بدري 5 الصبح على الأقل وينزل يتحرك على طول. زحمة مهولة في كل اتجاهات على الكوليسيوم أو الكوليسيوم. هنتحرك دلوقتي النقطة اللي بعديها، تعال نروح بقى وسط المدينة شوية ونشوف الأجواء عند النافورة عاملة ازاي دلوقتي. النافورة الصبح كانت زحمة الصبح، 5 الصبح كانت زحمة، دلوقتي هتبقى عاملة ازاي. طبعا المكان ده الصبح جيناه ما كانش فيه بني آدم واحد، جينا على الساعة 6 تقريبا ما كانش فيه أي حد. بصوا دلوقتي الناس قد ايه، كمية بشر مهولة. اه والله. وصلنا بقى ايه للمكان الأزحم في روما كلها، والله زحمة رهيبة. ايه ده بجد شايفين اللي انا شايفه ده دلوقتي؟ ايه دلوقتي الجو حر جدا وشمس جدا، يعني كمان مش كل الناس نزلت، يعني بعد ساعة كمان هتلاقي اضعاف الناس دي. تعالوا ننزل او نحاول ننزل ونشوف هنقدر نوصل لتحت ولا لا. يعني شفت الصبح كان عاملة ازاي الدنيا، دلوقتي الوضع مختلف تماما، الدنيا ازحم بصراحة عن الصبح كتير، ازحم كتير عن الصبح. المهم نطلع من هنا بقى عشان الدنيا ايه، الدنيا زحمة بصراحة، بس هي اصلا نافورة جميلة. عايز اقول لكم معلومة خطيرة خطيرة مش ناس كتير تعرفها، ان النافورة دي المايه بتاعتها الاصل بتاعها جاي من تحت الارض، جاي من تحت الارض. واللي عايز يعرف بقى هي ازاي جايه من تحت الارض، احنا عملناها في فيديو لوحدها فمش هنعيد تاني بصراحه. عملناها في فيديو بتاع روما، هسيب لكم اللينك بتاعه هنا، ازاي النافورة دي ميتها جايه منين بالظبط، وازاي تروحوا لها، تقدروا تخشوها وتروحوا لها وتقطعوا تيكت كمان. الناس بتنزل تحت الارض تتفرج على المكان، تتفرج على الاثار اللي كانت موجوده، تتفرج كمان على الميه المنبع بتاعها طالع ازاي من تحت الارض. عايز اقول لكم روما كلها خبايا وكلها اجواء عالميه. عايزين نروح مكان تمام من اجمل الكافيهات واقدمها اللي موجود في روما. بصوا انا الحر اصلا مش قادر اتكلم والله العظيم، اتكلم بالعافيه. المهم المكان ده فيه شبه من مكان عندنا في مصر، بالاخص فين؟ في اسكندريه، بالاخص في اسكندريه. المهم بصوا الشارع احنا ماشيين فيه، كل الشارع كده في روما يا جماعه مش طبيعيه مش طبيعيه. اللي مأجر عربية خلي باله قوي وهو داخل روما، ان محيط روما اللي هي في نص السنتر كل العربيات دي ليها تصاريح خاصة عشان تدخل اصلا المدينة اللي هي وسط البلد فيما معناه. يعني تخيل كده وسط البلد بتاعتنا، مش كل العربيات تقدر تخشها، مش كل العربيات تقدر تخشها، عربيات بس اللي معمول لها تصريح تدخل المنطقة دي عشان بقى الزحمة وانبعاث الكربون والقصص اللي انتوا عارفينها دي. مفيش ركنات كتير جوه المدينة، المدينة اصلا كلها مبلطينها شارع شارع، يعني ناس فاضيه يبلطوا المدينه شارع شارع زي ما انتم شايفين، متوقعين منهم ايه يعني. المهم خلاص قربنا نوصل للمكان اللي بقول لكم عليه، مكان المفروض ان هو خطير، اول مره اروحه بدوي يعني، فاحنا بنستكشف سوا بقى شويه حاجات كده سوا دلوقتي. تشاو 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 هاو ار يو جود يو ام جود وي جوينج تو تشيفي فاونتن ام لوست نو نو Another place, this one. Galleria Shara. Yeah, where is it? The first left. Grazie. Prego. ماشيين صح. نمشي كده وبعد كده نخش شمال. آه شفتوا بقى يا جماعة هنا إيه، تسأل الناس السكان المحليين يجاوبوك على طول، عارفين؟ دول وريتوا الصورة بس بتاعت المكان. صورة المكان جامدة فشخ. مش عارفة تبان ولا لأ. صورة المكان أهي. قال لي كمل على طول خش أول شمال. تقريبا ماشيين صح. اوه مقفول
لا مش مقفول. اوي 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 اجواء مفيش كلام بعد الكلام. واو مكان جامد قوي لازم تجوه. واو بص السقف يا نهار ابيض. مكان خطير يستحق بصراحة. بصوا بقى التفاصيل هنا في الرسومات هنا هنا الشباك عامل ازاي. ايه ده نقعد هنا شوية تصور شوية وبقى كده نمشي. تليكوا معانا. طيب هناخد سكوتر عشان المشوار اللي جاي بعيد شويه تقريبا كيلو ونص 2 كيلو في الاتجاه ده. رايحين نشوف مكان خافي شويه وراه سر اسطوره كده هنحكيها بسرعه. يا رب نلحقه بس عشان هو بيقفل بدري. هناخد السكوتر ونطير على طول. يلا بينا. بصوا يا جماعه انا ماشي لقيت ايه؟ ده غير التاني يعني التاني اكبر من ده بكتير. ده ايه كوليسيوم كده صغنطت كده جميل. ركننا السكوتر ما اعرفش الدخول منين تقريبا هو ده. هناك اهو لقيته كان فاضي من شويه ما خدش بالي. شاب اهو التمثال ده بقى بيقول ايه يا جماعه اللي جوه ده؟ بيقول لك اللي مش هيقول الحقيقه هياكل ايده. يعني لو تحط ايدك وتقول حاجه معينه لو مش حقيقه بيقول ان هو بياكل ايدك بياخدها. انت بتحط ايدك جوه بق التمثال. الاسطوره بتقول كده. فالناس داخله واحد واحد وبيحكوا حاجات جواهم بقى بيحكوا حاجه بيشتكوا من حاجه. يعني هو طبعا اسطوره زي ما قلنا يمكن حاجه طبعا مش حقيقيه. طب يا بص بص بس حط ايدك جوه. اوه اوعى ياكل ايدك يوديك في داهية. اهو دخلنا اهو ده المكان وممكن تحط ايديكوا هنا تقولوا امنية. يلا خليكم معانا عشان في طابور طويل. مش هقول لكم والله مش يعني انت ماشي على الشارع عادي في الشارع عادي. والله الرومان دول انا مش فاهم دماغهم كان فيها ايه. يعني بصوا مبنى زي ده عامل ازاي؟ تاريخه كله طبعا مكتوب هنا ارتفاعاته ايه اللي حصل. هنا بقى الاوبننج اورز بتاعته. هي دي ده هنا بيفتح الساعة كام؟ بيفتح ايه؟ هو ايه ده؟ بجد والله ايه التفاصيل ده في الشارع كده؟ بص المنظر. كل روما كده بقى كل روما كده. الجو حر شوية تعبنا وفرهدنا لفينا شوية حلوين. جه الوقت بقى ايه نروق على نفسنا سيكه. ممكن ناخد شويه قهوه مع تيراميسو. ناخد تيراميسو الجميل اللي اصلا اساسه ايطاليا. اللي مش عارفه فايته كتير واللي ما جربوش فاتوا اكتر. هنروح هناك لاجمد واحد او من اجمد الناس اللي بتعمله في روما كلها. نزلنا من الباص وقربنا من المكان اللي احنا رايحينه. خلاص داخلين عليه. عايز اقول لكم اسمه مستر 100 تريميسيو 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 بنسى اسمها واسمها صعب بصراحه. بصوا المدينه انا كل ما امشي فيها اكتر احبها اكتر. ايه المبنى ده؟ بس حتى الكافيهات رايقه ازاي؟ والله رايق قوي. حواري ايطالي. ما فهمتش.
اخطر خطير مكان رايق قوي خطير قوي تعالى بقى يلا بقى ليتس جو ثانك يو سو ماتش ثانك يو جراتسيا طيب وصل الاوريجينال يا جماعه ريحته خطيره طيب هو مكون من ايه بقى عشان نبقى فاهمين من تحت لفوق او يعني وات ايفر ليدي فينجر مع ويب كريم مع معاه بيض باي ذا واي ومتغمس في ايه بقى في القهوه في القهوه والطبقه الاخيره من فوق كاكاو هو ده تيراميسو باختصار شديد يدوب نجرب بسم الله خطير كحه ليه بقى عشان الكاكاو بودره انا بناكل بسرعه سوري هموت اوف خطير عارف الرقعه المكان من جوه عامل ازاي اختراعات مكان كله اختراعات تشاو اوه اوريو اوريو This one? This is the Kinder Bueno, number 75. Kinder? Yeah. Okay. جامد جدا جدا جدا. اختراعات بقى كله، بصوا ده الكراميل. أنا بصراحة مع الأوريجينال. ماليش أنا في الكلام ده. قولوا لنا أنتوا إيه معايا. مكان رايق قوي حتى القعدة من جوه لذيذة جدا. طيب. أكلنا وظبطنا. إحنا بقى جينا إيه الوقت الأكشن شوية. داخلين حي. من اخطر الاحياء في روما والحي ده هو الحي اليهودي هنا تمام فيقال ان انت لازم عشان تخش المكان ده لازم ما يبقاش معاك حاجه ده رقم واحد رقم اتنين تبقى شنطتك ضد السرقه معرفش ليه يعني هم بيقولوا كده احنا ممكن نروح ما نلاقيش حاجه ممكن نروح نلاقي شارع عادي ده اللي احنا رايحينه دلوقتي هنروح نتحرك على هناك ونشوف الدنيا والاجواء ونخوض تجربه بقى ربنا يستر وتبقى سهله لذيذه يلا وخلاص قربنا الشارع بعد شارعين كده ولا حاجه المهم الشارع اسمه فيا دي كابيلا هو الشارع الضيق اللي هناك ده خش نشوف ايه الاجواء شوف عندهم بقى حاجات خطر ولا بيهرجوا والله اجواء اه بص والله جامد اوف ده خطر بجد يا جدعان الناس شكلها غريب قوي والله ناس لطيفة بص البيوت شكلها جامد قوي اوف بص دي اوضة يا جماعة ده بيت معدي من فوق الشارع البيتين نخش هنا ولا ايه يلا بينا هدوء تام هو تقريبا لو حد طلع ثبتنا هنا محدش هيقول له انت بتعمل ايه المهم لسه الاجواء عالميه مفيش حاجه في الحياه خالص بصراحه والله ولا مرعب ولا حاجه ايه الجمال ده اهو خطير مره ثانيه بس العربيه راكنينها فين هو انت راكنها كده ازاي هي اصلا كلها قد ايه عشان تركنها كده بصي مظبوطه ايه بالملي واو طلع حي سهل وبسيط ما فيهوش قلق ولا اكشن شكله غريب شويه يعني شكله بقى جرافيتي ويمكن بالليل يبقى فيه قلق سيكه لكن بالنهار انا شايفه عادي جدا احنا دخلنا الشارع الغلط الشارع اللي احنا دخلناه ده يعتبر اقدم شارع في روما مش الشارع بتاع الحي اليهودي لوكيشن لخبط معايا حبتين دلوقتي احنا داخلين بقى الحي اليهودي عشان كده هناك برضو ما لقيناش اي قلق بصرا دي اوف خطيرة والله خطيرة عشان كده ما لقيناش هناك اي قلق بس مش ضامنين برضو هنا نلاقي قلق ولا لا بيقولوا ان ده حي ديني متشدد قوي يهودي وخطر زي ما قلنا ولا اي حد عايز يخشه
يتفرج عليه يشوف ايه اللي بيحصل جوه وهكذا لازم يكون معاه شنطه للسرقة. خلي بالكم كمان ان السرقه منتشره قوي في روما او يعتبر كمان كل المدن الكبيره بتاعه اوروبا فيها سرقه وفيها نصب. ده في فيلم شغال، في فيلم بيصوروه. اوف حد عارف اجواء عالميه 100%. ايه اللي بيحصل ده؟ فجاه لقيت نفسي في فيلم والله العظيم. اوف وصلنا الحي اليهودي، هو اللي احنا داخلينه دلوقتي. كنت بحكي لكم على حاجه مهمه حصلت امبارح معايا. فدخلت كنت بحكي لكم على النصبات بتاعت امبارح بالليل. دخلت الساعه 12 كده بالليل تقريبا، فايه اشتريت ميه وبسكويت. الحساب كام؟ 4 يورو. قام داخل تدفع فيزا ولا كارت ولا كاش؟ قلت له فيزا. قام ضارب 40 وضربها بسرعه وقال لي حاسب هنا بسرعه على الماشين. فحسبت، بس حسيت ان انا دايما براجع على الارقام، يا اما بمسج يا اما بالابل باي يا اما باخد الريسيت. لازم اراجع، لازم اراجع في اي حته. فلمحت ان هي مش 4، ان هي 40. فقلت له وريني الريسيت بعد اذنك. قام وريني الريسيت، قال ده 40 ماي ميستيك. قام طلع كاش بسرعه محاسبني بقيت ال 40. يعني هو عارف الجريمه اللي هو عاملها يعني. فخلوا بالكم جدا جدا وانتم بتحاسبوا بالفيزا في اي حته وانتم مسافرين، لان هم بيضربوا ارقام وخلاص، ده سايح كده كده مش عارف حاجه، خصوصا بالليل بيعتبر بقى الناس كلها سكرانه، محدش فاهم له، محدش شايفه. ولو اي حد فعلا كان داخل ويشتري منه اي حاجه كده وهو مش دارب الدنيا كان حاسبه على 80 عادي. حي هادي تماما. مفيش اي حاجه، حتى ما فيهوش كلام بعد الكلام. تعالى نوصل بس لايه للشمال اللي جاي ده ونشوف ايه الدنيا. بس حي قديم قوي، اللي هو فيه ايه ده؟ مطبخ حاجه، شكله مطعم او فندق. بس الشرطه في حاجه بقى النهارده، الشرطه مرشقه في كل مكان. يعني ناصيه هناك في شرطه، ورايا في اخر الشارع ده في شرطه. ده مطبخ المطعم ده، المطعم ده، ده المطبخ بتاعه اللي احنا شفناه. تعال ارجع كده تاني برضو. الشارع مريب شويه بس عادي برضو، ما فيهوش اي قلق بصراحه لحد دلوقتي. المبنى ده شكله غريب، شكله هيقع. ودخلنا بقى المنطقه زي ما انتم شايفين غريبه جدا دي. باي ذا واي مقفوله، دي مقفوله بس كل دي اثار، كل دي اثار. الناس قاعده تاكل على اثار، فاهمين حاجة؟ وهنخش من هنا للحارة اهي، اهي حارة تانية. بصوا بصوا يا جماعة، اهي آثار متجبسة. يا ابني بتعمل ايه؟ اهي اهي بصوا. أنا ما بحبش ألمس الآثار عموما في أي حتة، لكن هي هنا موجودة في متناول الجميع. يعني بصوا، ودي برضو دايما حاطينها كده معرفش بيعلقوا عليها ايه. مش الحارة هنا عاملين مطاعم خطيرة جدا 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 جوه الحي اليهودي. يعني بفكر بعد كده نيجي نقعد ناكل هنا مش نيجي نتثبت. بصوا جمال الاجواء. اوه الاجواء بالليل غير بصراحة. الاجواء بالليل مختلفة، الدنيا ازحم بكتير قوي. طبعا الصبح كان الجو حر والشمس، فالناس بقى كانت فاهم على اخرها. دلوقتي بقى الناس في الرايق منه، في الطراوه، اجواء المطاعم في الرايق قوي. رحمكم الله. البياعين نزلوا. اجواء النهارده عالميه 100%، مفيش كلام بعد الكلام. حبيبي ايه الاخبار؟ بص يا جماعه، انت شكلك مصري صح؟ ما تهزرش يا جماعه، ده ايطالي ولا مصري؟
لا اديني جنب وشك، والله ما عرفتكش من جنب وشك. ده مصري 100%. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ بس ده بالبنايه اللي عاملها دي قلب الدنيا شويه. قلب اسبانيولي. اه لا 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 احنا الاثنين مصريين. اوبا ده انت عامل اجواء هنا يا معلم. اه دي بارميجانا تشيز. اوكي بسيحها بالطريقه دي. حلو. وبعد كده بحط الباستا وبدي تيست للعميل عشان تجذبه. اوكي يعني انت اصلا بتعمل تيست الاول قبل ما حد يخش جوه؟ لازم طبعا. انتوا عندكم الاكل حلال؟ اه في بيتزا وباستا وسلطه وسوشي كله حلال. اه جامد جدا حبيبي. الاكل عند الناس دي يا جماعه حلال، ابو تعالوا جربوه. حبيبي مش قادر والله. تعال شوف المكرونه بتاعتكم حلوه ولا لا. طب تعال تعال نجرب نجرب بسرعه. تعالوا نجرب الباستا بتاعتهم عامله ازاي. الباستا بتعملوها هنا؟ الباستا بتعمل هنا جوه. اه اوكي بيعملوا الباستا نفسها عندهم. تشرب ايه؟ حلو. تشرب ايه؟ ولا اي حاجه. لا والله ولا اي حاجه. لا والله عيب. بصوا هنا هي بتعمل بقى دي الباستا نفسها، المكرونه نفسها هي بتعملها هنا. بص هتعمل ايه؟ بتجهزها. اوه نايس. وبعد كده تقطعها الشرايح بتاعتها. فيتوتشيني. اوكي. لايك. سريب. سيم. اه اوكي. اللي هي الشرايح الطويله شويه. جراتسي. طيب بسم الله هنجرب بقى ايه؟ هنجرب اللي كلمونا عليها. بص دي العيش بالخبز بالطماطم بالتشيز الجبنه. ادي هنا عشان ما تقعش ميه. بسم الله. عاملينها حلوه قوي. مقليه شويه فاللي ملوش في المقلي قوي بس اختراع برضه. مش عايزين نغلط الغلطه بتاعه المره اللي فاتت وندوقها متاخر. يلا بسرعه. بسم الله. هو انا لو قلت لهم انا عايز نحط كاتشب مثلا ايوه اعملوا كده ايه؟ بسم الله بهزر طبعا. خطيرة. حلوة أوي. بالتونة. أوكي ده إيه؟ أوليف. أوه أجواء بقى هنا مختلفة. هنجرب دي بقى. باستا بالتونة والأوليف طماطم شيري توميتو. أوه بصراحة متحمس. بسم الله. طيب انا هعتمد بقى على مايك الكاميرا عشان ده فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ندوق ونجرب الباستا بالتونه. الباستا عندهم هنا بزيتها. بصوا هما بيعملوها هنا بتتعمل هنا. بسم الله. خطيرة. عجبتني اكتر. الباستا كمان اصغر هنا رفيعة شوية عن التانية. التانية عريضة اوي. خطيرة. المايك فصل فمش عارف تسمعني ولا لا. بس هاكل المكرونة اللي هي الشريطة بتاعتها اربع سنة من التانية. ان شاء الله. بسم الله. ميلاد حلوه يا جميل. 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 حلوه يا جميل
birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you so much. Thank you. Shukran lik. Thank you. Grazie. Grazie. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you. I like it. Oh. يا جماعة المطعم اللي دخلته بالصدفة البحتة، مطعم رهيب، الأكل كان حلو قوي، والمطعم مكانه كمان جنب النافورة. المطعم من جوه حاجة تانية غير شكله من بره، يعني شكله من بره مطعم عادي جدا، دخلت جوه المطعم بصراحة رهيب رهيب رهيب، تجربة جامدة جدا. والمطعم من جوه حلو قوي قوي قوي، لكجيريس جدا، في كل حاجة، سوشي، بيتزا، باستا، كل حاجة موجودة هناك. بصراحة تجربة حلوة قوي. عملوا لي عيد ميلاد، ده عيد ميلادي، عملوا لي عيد ميلاد بالمرة، قال لك ايه ده تعمل لك النهاردة، هعمل لك عيد ميلاد. المهم خلصت رحلة روما وخلصت رحلة ايطاليا، يا رب تكون عجبتكم الرحلة، ويا رب تكون التجربة لذيذة واستفدنا منها كلنا. انا اتبسطت بصراحة، في طبعا مواقف صعبة وكانت مش اسهل حاجة، مواقف تانية كتير كانت لذيذة وحلوة وجميلة استمتعنا بيها كلنا. بس ده كل حاجة، وشوفكم في رحلة برية جديدة، طالعين دلوقتي كمان على كذا رحلة، منهم حاجات في اسيا ومنهم حاجات تعجبكم قوي قوي الفترة اللي جاية ان شاء الله. فبوش اي حاجة، رب يكون عجبتكم الرحلة كاملة، اللي ما شافهاش كلها يرجع وشوف بيت الفيديوهات بتاعتها. شكرا لكم على طبيعتكم وعلى الدعم الرهيب بتاعكم. سلام.